وجهات النظر، وهنا بيحصل كذا وهنا بيحصل كذا. فانا بشكرك جدا يا محمد، استاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني، بشكرك جدا طبعا على كل هذه التوضيحات اللي انت يعني انا شايفك في كل البرامج وبتوضح كل الامور، وده دايما اللي انا بطالب بيها يا استاذ محمد، ان انتوا دايما تبقوا معانا في وسطنا. انا عارف ان انتوا بتقولوا لنا حاجات كتير على الواتساب بيننا وبينكم وكل حاجه، ولكن في النهايه وجودكم اعتقد مخلي الناس كلها عارفه كل حاجه. حبيبي يا كابتن اسلام والله، وشكرا على الكلمتين الحلوين دول. لا هذه الحقيقه. وحبيبي يا كابتن الله ربنا يكرمك، وانت عشان انت من الناس الاعلاميين المحترمين والناس اللي فاهمه، فدي حاجه كويسه. لا بالعكس، انت لو تاخد بالك اتفضل، لو تاخد بالك ان شايف ان يعني ما فيش اسئله، احنا مش عايزين نسال، احنا عايزين نهنيك، عايزين نقول لك توصل تهنئتنا لروي فيتوريا، توصل تهنئتنا للاتحاد المصري. احنا بننتقد ساعات الاتحاد المصري، بننتقد روي فيتوريا، بننتقد اللاعبين، ولكن النهارده الحقيقه يجب ان تصل التهنئه لكل فرد قام بدوره بنجاح، ولانها منظومه كامله، يعني من اول الشركه المتحده المهندس سيف الوزير والاستاذ محمد يحيى لطفي، من اول الاستاذ جمال علام، الاستاذ خالد درندلي، كل اعضاء مجلس الاداره، ثم الجهاز الفني والجهاز الاداري، وطبعا المنظومه الاعلاميه الحقيقه اللي عامله شغل رائع خلال المعسكر ده يا استاذ محمد. حبيبي يا كابتن اسلام والله، وبشكرك مره ثانيه، والحقيقه يعني الحمد لله الدنيا ماشيه كويس، ويعني وببقى سعيد يعني الواحد الحمد لله بنعمل مجهود، بنحاول نساعد الناس وبنسهل للناس، وده دورنا. ويعني يعني يعني شهادتكم دي حاجه بتخلينا الفتره اللي جايه نبقى احسن واحسن ان شاء الله، ومنتخب مصر يعني تستحق اكثر يا كابتن. نعم. ومصر تستحق اكثر، وعندنا كل الامكانيات ان احنا نبقى يعني في الرياضه نبقى دوله كبيره، واحنا دوله كبيره طبعا الحمد لله، بس عايزين نبقى في مكانه ثانيه احسن واحسن ان شاء الله. يعني سعيد يعني بالتفاف القنوات والاعلام مع منتخب مصر، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى احسن واحسن. كان نفسنا النهارده الماتش زي ما انت شفت، يعني الحمد لله شايف ان هو ماتش رائع جدا. يعني تعرضت لطرد في الدقيقه 35 لواحد كنت شايفه من نجوم الفريق الحقيقه، محمد هاني. صحيح. كان موقف احد مفاتيح منتخب الجزائر، وظهر مستواه كويس جدا جدا. يعني ولكن رغم ده كله وانت بتلعب 10 لعيبه وبتلعب قصاد منتخب كبير جدا، منتخب من اقوى منتخبات افريقيا، وتقدر تحرجه وتقدر تحرز هدف، وكنت قريب من تحقيق الهدف الثاني والثالث، لكن الحمد لله النتيجه جت كده والتعادل. يعني رغم ان هو مرضي بالنسبه لنا، لكن اللعيبه يعني بعد الماتش اللعيبه طالعه زعلانه على التعادل يا كابتن اسلام، ودي حاجه كويسه. انت كمنتخب مصر طبعا منتخب كبير، كان نفسك تفوز وكان نفسك تحقق الفوز. يعني ترشيحات لتريزيجيه بعد المباراه يعني قال لك انا احنا مش سعداء، احنا تعادلنا، كان نفسنا نفوز ونفرح الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد، ونفرح الجماهير اللي كانت بتتابعنا عبر مختلف القنوات. يعني زي ما قلت لك يا كابتن، يعني اللعيبه عارفه قيمه شركه منتخب مصر، وعارفه اهميه ماتش زي ماتش الجزائر، يعني زي ما بنسميه هنا في الامارات لقاء الاشقاء او قمه الاشقاء او قمه العرب، ودي حقيقه كانت قمه عرب النهارده الحقيقه. الجماهير شكلها تفرح بالاستاد يا كابتن اسلام، وده مش اول مره يعني يستضيف ماتشات للجماهير المصريه، لا قبل كده ماتشات كتير جدا، سوبر اهلي وزمالك، واكثر من ماتش كان موجود على الملعب استاد هزاع بن زايد. ويعني يعني وانت قلت كلمتين، يعني بنشكر طبعا الجانب الاماراتي، بنشكر الشركه المتحده للرياضه الحقيقه، الاستاذ سيف الوزير والاستاذ محمد يحيى لطفي واتحاد الكوره جمال علام، والحقيقه والناس اللي موجوده في المعسكر، الحاج عامر حسين رئيس الباسه، والكابتن حازم امام اللي والله بيبذلوا مجهود كبير جدا يا كابتن اسلام. وانت كلاعب كوره طبعا كنت يعني ولاعيب دولي، كنت بتشوف الناس يعني بتبذل مجهود، لكن في وقت من الاوقات بيقابلك سوء حظ وما بتبقاش ما بتحققش النتائج اللي مرجوه منك، لكن الحمد لله مع مستر روي فيتوريا انت الماتشات كلها الحمد لله ماشي بمستوى كويس، بتكسب اداء ونتيجه باستثناء ال 10 دقائق الاولانيين من ماتش تونس. ولو كان يعني مش عايز اقول بقى ايه، لعيبه الاهلي كانت موجوده واللعيبه المحترفين زي تريزيجيه والنني كانوا موجودين في ماتش تونس، كانت النتيجه هتختلف، لكن الحمد لله القادم افضل، والحمد لله اللعيبه كلها غير يعني طالعه زي ما قلت لك، هم مش سعداء قوي بالنتيجه، كان نفسهم طبعا النتيجه تخلص ب1-0 والفوز، كان هيبقى طبعا الفرحه اكثر واكثر، وخاصه ان انت بتلعب ناقص لعيب كبير زي بحجم محمد هاني يا كابتن اسلام. الحمد لله اللعيبه كلها بعد الماتش كويسه، في بس المحترفين هيغادروا معسكر المنتخب خلال الساعتين اللي جايين دول،
وفيهم ناس مشوا طبعا، و هيتوجهوا من مطار ابو ظبي ودبي لانديتهم في اوروبا، سواء مصطفى محمد او النني او تريزيجيه او عمر مرموش او صلاح، لعيبه الاهلي واللعيبه باقي اللعيبه كلهم ان شاء الله موجودين بكره معانا على الطياره. الطياره ترجع الساعه 2 بتوقيت الامارات، يعني واحده بتوقيت مصر، هنبقى ان شاء الله يعني الساعه 4 4 ونص نبقى في مطار القاهره. وان شاء الله كابتن يعني الاهلي داخل على ماتشات مهمه في بطوله افريقيا، ونفس الامر باقي الانديه. نتمنى يا استاذ محمد، بما انك جبت برضو سيره الاهلي، اتمنى وده امنيه شخصيه والله بعيدا عن اي حاجه، ان يكون هناك تنسيق خلال الفتره القادمه ما بين المشرف العام على المنتخب او اي حد، انا ما اعرفش بقى يعني هي بتمشي ازاي في الاتحاد، يعني وما بين كل الانديه مش النادي الاهلي بس، الاهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن فيوتشر. بص يا كابتن، انا بس يعني بستغل طبعا، انا بتكلم في قناه الاهلي وبتكلم في برنامج احد نجوم النادي الاهلي كابتن خان صقر اللي بيحظى بمتابعه، ولا ده حقك والله يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني والله المنتخب يعني مصلحته مع الانديه، والانديه مصلحتها مع المنتخب، كلنا بنكمل بعض، احنا ما بنحاركش بعض، احنا بنكمل بعض. بالظبط. المنتخب لما يبقى كويس والاهلي كويس هنبقى فرحانين، والزمالك كويس هنبقى فرحانين، كله والانديه وبيراميدز وفيشر الفرق اللي بتشارك في افريقيا كلها لما تبقى مستوى كويس، كله في الاول وفي الاخر بيصب في مصلحه مصر. مزبوط. كله بيبقى في الاول وفي الاخر بيديك قوه، اللي انت منتخب كبير وعندك انديه كبيره وعندك انديه، حتى مستر فيتوريا بيبقى بيعلق على الحاجات دي، بيقول لك انا عندي لعيبه كبيره جدا وعندي انديه من اكبر انديه في افريقيا والعالم، فدي حاجه كويسه. بص يعني المعسكر ده كابتن اسلام ما فيش اي مشاكل حصلت، صحيح. ليه؟ لان انت زي ما قلت لك امبارح في المداخله، انت اللي بتنظم وانت المسؤول عن معسكرك من اول لاخر، فانت اللي بتحدد مواعيد الماتشات، انت اللي بتحدد مواعيد الوديات بتاعتك، انت اللي بتحاول. ايوه يعني انا تحديدا في مباراه الجزائر كان، لان الشركه المتحده شركه وطنيه وتعلم ان الاهلي عنده مباراه بعدها باربع خمس ايام او بثلاث اربع ايام، الماتش كان يوم 17 بقى يوم 16 يعني، او ده اللي احنا فاهمينه. فده معناه ايه؟ ده معناه ان هناك تعاون وتنسيق واضح ما بين الجميع، علشان ايه؟ عشان خلي بال حضرتك، هو عندما تتعارض المصالح مصلحه مصر الاول في كل شيء دايما. يعني دي ده كلمه يعني الكابتن محمود الخطيب لهذا الامر، اتفضل. يعني طبعا الكابتن محمود الخطيب طبعا لعيب دولي ولعيب يعني علامه من علامات الكره المصريه طبعا. يعني رئيس افضل نادي في افريقيا، عارف اهميه منتخب مصر طبعا. زي ما قلت لك كابتن، انت المعسكر ده، انت اللي محدد مواعيدك كاتحاد كوره او شركه متحده، انت اللي محدد، فعندك فرصه ان انت تساعد وتدعم النادي الاهلي ان هو عنده ماتش يوم كذا، مش عايز يعني تضغط على اللعيبه في المواعيد وتخلي اللعيبه يروحوا النادي وهم جاهزين، لكن انت المعسكر اللي فات وتحديدا مباراه تونس، انت كنت محدد المواعيد دي من بدري، من قبلها بفتره، وجئنا بالاتحاد الافريقي جاي يحدد ميعاد السوبر الافريقي وقتها يوم ما اتذكر 15، فانت ده اللي سبب الازمه وسبب الخلاف وقتها. يعني احنا نتمنى ان ده ما يحصلش تاني، بس ادي الموضوع يعني من دلوقتي، لو يعني الدنيا سهله يا كابتن. الامور كلها دلوقتي اعتقد ان هي يعني موجوده على الكالندر او على النتيجه، معروف مين هيلعب امتى ومين هيلعب فين وامتى المباريات الرسميه، وبالتالي عندما تتظبط، عندما تكون هذه الامور بهذا الشكل، خلاص يبقى احنا ما عندناش اي مشاكل، يبقى لا تحتاج الا قليل من التنسيق. ما ده التوضيح اللي بقوله لحضرتك كابتن اسلام، ان انت لما يبقى بايدك انت كاتحاد كوره او كمنتخب تحديد مواعيدك بايدك، فانت بتحدد مواعيدك وعارف ان في مثلا اي نادي عنده ارتباط، فبتعمل الحساب الحاجه دي، يعني مثلا زي الماتش ده مثلا، انت الاهلي عنده ماتش، فانت رايت ان انت تلعب مثلا ماتش يوم بدري، انت مثلا الاتحاد الافريقي هو اللي مسؤول عن تحديد مواعيد، فبيحدد، ملوش علاقه بقى بالانديه، ملوش علاقه بالمشاكل اللي ممكن تحصل. انت يعني اربع معسكرات، التخبط الاداري اللي احنا اتكلمنا فيه او اتفقنا فيه انا وانت كابتن امبارح اللي موجود في الاتحاد الافريقي، هو كان السبب في ثلاث ارباع مشاكل معسكرات المنتخب. يعني اول معسكر لو حضرتك فاكر لروي فيتوريا كان النيجر وليبيريا، اول مره في التاريخ تلاقي ماتش رسمي لفريق كان ساعتها الزمالك، كان الزمالك فدي حاجه كانت غريبه جدا. انت الاتحاد الافريقي بتحدد نهائي بطوله كبيره زي السوبر الافريقي قبل الماتش باسبوعين او ثلاثه،
مفيش حاجه من دي يعني، مفيش حاجه، ما بنشوفش الحاجات والله دي الواحد ورا. حاجات غريبه جدا بيشوفها، ولكن في النهايه برضو اذا كان هناك قليل من التنسيق، خصوصا ان كل اللي موجودين في الاتحاد كره القدم كلهم ناس اسماء كبيره جدا، ولهم ثقلهم ولهم طريقتهم ولهم وعلاقاتهم الجيده جدا مع النادي الاهلي، وبالتالي احنا عايزين بس التنسيق ده، لو كل واحد بس رفع السماعه وكذا كذا كذا الموضوع هينتهي. يا هخلي اليوم بدري شويه، هزود يوم شويه، هعمل كذا، اتفاق ما بين المدير الفني هنا والمدير الفني هنا، المواضيع كلها وجهه نظر يعني طبعا، وفي النهايه في مسؤولين عن هذا الامر، سواء خلي بالك دي وجهه نظر شخصيه ليس لها علاقه، نادي الاهلي له مسؤوليه واتحاد كره القدم له مسؤوليه برضه. وفي الاول وفي الاخر يا كابتن زي ما قلت لحضرتك احنا كلنا بنكمل بعض، كلنا يعني لما الاهلي يبقى كبير يبقى كبير، لما الانديه تبقى كبيره بالظبط، حاجه في الاول وفي الاخر بتصب في مصلحتنا ومصلحه الكل يعني باذن الله. استاذ محمد انا بهنيك واتمنى ان يصل صوتنا للجميع بالتهنئه، يعني زي ما الجميع بيقول لنا انتم بتنتقدوا، لكن اتمنى ان يصل صوتنا للجميع بالتهنئه زي ما قلت لحضرتك من اول اكبر واحد لغايه اصغر واحد، وبهنيك انت شخصيا على الشغل الاسبوع بالكامل الحقيقه. شكرا جزيلا حبيبي يا كابتن اسلام، وبشكرك تاني. انا اللي بشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا، الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني. زي ما قلت لحضراتكم حاجات مهمه جدا وكلام مهم جدا جدا جدا، قليل من التنسيق بيؤدي لهذه